ورجعنا لكم تاني. والحقيقة ان هنتكلم دلوقتي عن نوع من الرياضات الالعاب الرياضية القتالية، بتجمع ما بين الكيك بوكس وبتجمع ما بين الجودو وبتجمع ما بين كاراتيه والكونغ فو، وهي رياضة الكاجو كامبو. كمان الحقيقة ان يعني الفقرة دي بتبين قد ايه ان العمر مجرد رقم. يعني عندنا النهاردة مثال للعزيمة والإصرار اللي ممكن نوصل بيه لنجاحات احنا مش متخيلينها. معانا النهاردة نموذج الحقيقة يعني بدأت يمكن في سن متأخرة لهذه الرياضة، وبدأت قبلها في رياضة الكاراتيه، لكن اتجهت لرياضة الكاجو كامبو وحققت فيها الحزام الأسود الخامس. الرياضة دي يمكن كمان معروفة في هواي، أول ما اتعرفت في هواي في أمريكا. هنعرف أكتر منهم. يسعدني النهاردة وجود رشا إبراهيم، أول مصرية وعربية تحصل على الحزام الأسود الخامس في الكاجو كامبو. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ومعانا كابتن محمود عثمان، ممثل مصر للاتحاد الدولي للكاجو كامبو ورئيس المفوضية المصرية للكيمبو والكاجو كامبو. أهلا بيك. وأهلا بيك. أهلا بيك. وطبعا هو مؤسس الكامبو في مصر من 12 سنة. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. طيب احنا بس عايزين نعرف الفرق كده ما بين الكيمبو والكاجو كيمبو. يعني انا عماله اقول ايه، هما اتنين ولا هما واحد؟ لا، هما حاجتين. الكاجو كيمبو زي عباره عن اربع مقاطع، كاجو والكن والبو. فالكن هنا في الكاجو كيمبو هو جزء الكيمبو نفسه اللي احنا ابتدينا فيه في مصر من 13 سنه. كنا شغالين طبعا بشرعيه دوليه، الى ان تم طبعا الاعتراف بالاتحاد المحلي من سنتين تبع الاتحاد المصري للسومو، الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، تحت قياده الكابتن محمد صبيح وتحت قياده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللجان الاولمبيه. وتم الاعتراف رسميا باللجنه دي من خلال السنه ونص اللي فاتت او السنتين. هنعرف المزيد، بس نطلع لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي مدينة القاهرة ونرجع على طول نستكمل. خليكم معنا. رجعنا لكم تاني وبنتكلم عن رياضة الكاجو كامبو، وهي بدأت في هاواي في أمريكا. هدفها هو الدفاع عن النفس. ويسعدنا النهاردة وبنجدد الترحيب برشا إبراهيم، أول مصرية عربية تحصل على الحزام الأسود الخامس في الكاجو كامبو، وهو من الاتحاد الدولي للكاجو كامبو. وكابتن محمود عثمان، ممثل مصر للاتحاد الدولي للكاجو كامبو ورئيس اللجنة المصرية ومؤسس الكامبو في مصر من 12 عام. هقول بس الاول، عايز اسال البدايه، عايز اعرف البدايه. انا عارفه ان كنتي الاول بتلعبي كاراتيه، قولي لي اتحول ازاي وايه اللي عجبك في الكاجو كامبو؟ لا، هو الكاراتيه كان في سن صغير، وبعدين وقفت، وطبعا الحياه بقى خدتنا لحد ما من حوالي 8-9 سنين كده. يعني انا بحب الرياضه وعندي شغف، كنت في الفتره اللي فاتت دي بلعب بس جيم او فتنس او حاجه، يعني حاجات كلها ملهاش علاقه بالالعاب القتاليه يعني. بس لقيت في النادي عندنا ان رياضه الايكيدو موجوده لسن مفتوح. دي كانت البدايه. فدخلت ولقيت فيه ترقيات واحزمه وكده. فاثناء ما انا بتمرن ايكيدو تعرفت على دكتور محمود، فكان بيكلمني على لعبه الكاجو كامبو يعني، وحسيت انها فعاله اكتر للدفاع عن النفس في الشارع. جميل. حركاتها اكتر وكده، فمن هنا ابتديت. ومحتاجينها كسيدات نبقى عندنا الجزئيه دي كلنا على طول، اي حاجه نعملها نضرب على طول. اكيد. هي دكتور محمود كده، قول لي الكاجو كامبو هي اختصار كده، قول لنا هي اختصار ليه؟ بص حضرتك، الكاجو كامبو عباره عن اربع مقاطع، ك اللي هي زي ما بنقول كاراتيه او تانك سودو، والجو اللي هي فنون جودو، والجوجيتسو اللي هي الرمي والطرح والخنق والسيطره على المفاصل. جزء الكين بو اللي هو الكين اللي هو الامريكان كيمبو او التشاينيز كيمبو، او اللي هو فنون دفاع النفس باليد الخاليه، تعتبر تعتمد على من ثلاث الى خمس مفاهيم اساسيه: التوقيت والمكان والتقنيه المستخدمه والسرعه والقوه. والجزء الاخير هي دي بقى الكيمبو اللي هي الفرق ما بينها. ده الكيمبو. البو هنا اللي هي التشاينيز بوكسينج او اساليب الكونغ فو عامه. يعني احنا في التدريب ممكن تلاقي حركات من اساليب تانية، مثل الشمالي جنوبي، ممكن تلاقي حاجات من الوينج تشان، ممكن تلاقي يعني. فهنا الشموليه في الرياضه دي.
يعني الكاجو كيمبو هي شامل عن الكيمبو بالظبط، لان الاساس الشموليه اكتر. اه طبعا اساس النشأة بتاعها ان هم 5 جراند ماستر هم اللي اسسوا الفن ده. جمعيه الحزام الاسود عملوا تكامل او عملوا فن تكيفي يتماشى مع الريل لايف سيتويشن او المواقف الحياتيه اللي بتحصل معنا في الشارع. انا حاسه من الاسم، معلش هو انا طبعًا. بقول ان هو يعني وقريت ان هو في هاواي، لكن انا حاسه من الاسم ان هو ياباني شويه. يعني هو ما بين اليابان، ما بين تشاينيز، ما بين صيني، ما بين ياباني، ما بين امريكي. ليه؟ لان في كذا فن. فبالتالي حتى احنا بنحيي هي امريكيه، بنحيي تحيه صينيه. فالاختلاف والتنوع هنا هو المصدر الهام الفن نفسه. فانت تخيلي حضرتك ان مثلا 5 حاصلين على درجه حزام الاسود سموا نفسهم جمعيه الحزام الاسود في 1947، قعدوا 5 سنين يتدرسوا في الكاجو كيمبو. الفن ما طلعش ظهر للنور غير لما تاكدوا ان كل تقنياته فعاله. كان في التقنيه لو مش فعاله بيشيلوها من السيستم اصلا. فالخمسه دول وكان اشهرهم سيجو ادريانو امبرادو، هو ده اللي جمع الناس دي وعملوا فن يواكب الحياه الطبيعيه. عايز اقول لحضرتك ان كل تفصيله في الفن ليها معنى، يعني حتى اللوجو بتاعنا او الشعار بتاعنا ليه كونسبت معين. اللي وضع الشعار حد استاذ في الفلسفه الصينيه. اللوجو عباره عن علامه اليانغ. ممكن تبقى مش هاواي بس، مش في امريكا بس اللي معروف، يعني ممكن نقول يعني الكيمبو ده برضو في اليابان في موجود. موجود، يعني موجود موجود موجود. اقصد اقول ان السورس ممكن يكون من هناك برضو. ما هو السورس مع الشخص. يعني هو الراجل جه من اليابان اللي ادى تقنيات ياباني او ادى تقنيات الجودو، ما الجودو اصله ياباني. صحيح. فلما اجتمع الثقافات واجتمعت الفنون مع بعض هو ده طلع لنا الحاجه اللي اسمها الكاجو كيمبو. تمام. فاهمه؟ فزي ما قلت لحضرتك حتى الشعار نفسه عباره عن 5 الوان تدل على 5 مؤسسين. الجزعين الغصنين، اللون نفسه، اللون نفسه، اللون الاخضر معناه الجروث او معناه الجروث او المثابره. حتى لو تعدي عدد الورق الشجر تلاقي 16، هم 16 مدرسه الاساسيه. اللون الاحمر عباره عن رابطه الدم اللي بين الاسره. كاجو كيمبو هتلاقي في علامه اسمها كلافر اللي هي عامله زي ورقه الغصن دي. مايند اند بودي اند سبيرت دي لوحدها دي ممكن نقعد نتكلم فيها كذا حلقه طبعا. لأن الرياضه يعني تحسين روحنا وحالتنا النفسيه طبعا. بالظبط. فالمايند والبودي والسبيرت هنا بنتكلم على تقويه المخ والذهن والعقل والبادي الجسم وكونيا بنية جسدية، والسبيريت الروح، الجراءة، الصبر، رباط الجأش، الحاجات دي كلها. فهي الثلاثية دي برضو موجودة معنا في الكاجو كيمبو. اتفضلي. عايز اعرف بقى رشا كده، فرق ايه قبل الكاجو كيمبو مع رشا وبعد ما لعبتي الكاجو كيمبو؟ فرق كتير جدا في شخصيتي، في نفسيتي. يعني مبدئيا كده بيدي فعلا ثقة بالنفس. الألعاب الرياضية عامة، يعني هو أنا طبعا الكاجو كيمبو بالخصوص معايا أنا، لكن أنا يعني الرياضة عامة حاجة ممتعة وجميلة حاجة ضرورية في الحياة، يعني مش أوبشن إن أنا ألعبه أو ما ألعبهوش، لكن الكاجو كيمبو بجد بتخلي الواحد، أنا عندي ثقة بنفسي جامدة قوي، بقيت عندي. هل هي عشان دفاع عن النفس وكده؟ بتخرجي كل طاقتك السلبية وبتكتسبي طاقة إيجابية، بيبقى عندك دافعية أكتر للحياة، إنك أنت تبدعي، تعملي حاجة أحسن، بتفكري أحسن. يعني لياقتك البدنية بتعلى تلقائي، انت ما بتبقيش قصده ده. يعني انت بتتمرني كفايه كيك بوكس بس، اي حد يضايقك تحسي ان انت بتضربيه على طول. انا بعمل كده، يعني بحس ان انا هضرب اي حد من بعتقد ان هو بتفرق جامد قوي بجد. لا يعني ممتعه. تمام. اي فئات العمريه دكتور ممكن يبتدوا في الكاجو كيمبو ولا لازم من الصغر؟ والله بص حضرتك، احنا في كذا نظام في الكاجو كيمبو. في حاجه اسمها ليتل دراجون اللي هو التنين الصغير، يعني حتى الاسم نفسه بيقول لك انت تنين، او في ليتل تايجر انك انت النمر الصغير. فهو مجرد الاسم بس بيدي الطفل دافعيه. احنا بنبتدي من اعمار من 5 أو 6 سنوات، بيكون الطالب لسه او المتدرب عندي لسه بيستوعب. فبندي له حاجات طبعا بيزك وحاجات ضد التنمر، ضد التحرش، سواء اللفظي او الكلامي او اللمس او كذا، سواء في المدرسه. بنعلمه برضو ازاي يعمل حاجه اللي هي السيلف كونفيدنس اللي هو الثقه في النفس. ان مش اي حد يتنمر عليك او اي حد انك تاخدها، يعني في كده مجموعه من الاسس والقواعد بنديها. بعد كده السن الاكبر بنبتدي برضو بنشتغل معاه حاجات طبعا متقدمه اكتر، ادفانسد اكتر. برضو بنوزع عليهم كتيبات
بيعرف حاجات بيبقى فيها نظري كتير وحاجات برضو عملي. في حاجات تاني برضو للساده المدربين اللي بيبقوا معايا بيبقى في معاهم حاجه كتاب للتشريح اناتومي مناطق الضعف في جسم الانسان والبين بوينت والويكنس بوينت والحاجات دي كلها مناطق الضعف ده عشان اضربه بقى فيها يعني بالظبط. لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا شغالين بتريبل تي اس بي فتريبل تي اس بي اللي هو التايمينج توقيت امتى اضرب والتارجت المكان اللي هضرب فيه وزي ما بنقول ايه التقنيه المستخدمه في الضرب وبعدين تيجي السرعه وبعد كده يجي ايه عنصر القوه. احنا ما بنفكرش في القوه الاول انا ده اخر اوبشن معانا ده هو موضوع القوه ده ف بنبتدي مثلا من 5 6 سنوات الى طبعا سن مفتوح. ليه؟ لان احنا عندنا ريل لايف سيتويشن اي حد ممكن يمارس الرياضه والشيء بالشيء يذكر. احنا عاملين نظام سيستم بنتدرسه وعاملين فيه معسكر الويل تشير اللي هم الجماعه ذوي الاحتياجات ذوي الهمم عاملين فعلا فعلا في نظام كامل كامل متكامل سيلف ديفنس برضه ان هو من حق جدا. اي شخص ان هو يعرف يدافع عن نفسه من حق اي شخص بس تكون. اكيد في تكنيك معين طبعا تكنيك معين لان احنا طبعا بنشتغل على الجزء العلوي والسفلي في الناس ممكن لا في ناس تاني ما دام يملك وسط لازم يشتغل صحيح. في مسابقات بقى بتتم في بطولات يعني الكاجو كيمبو ولا هي لسه جديده ما فيش ليها بطولات اتعملت؟ هي علشان يعني جديده كاتحاد مصري فما حصلش بطولات غير واحده بس اسمها كاجو فايت يعني دي جزء من الكاجو كيمبو. الكاجو كيمبو متقسمه فالكاجو فايت يعني تقريبا شبه الكيك بوكس شويه واحنا ما ينفعش عندنا الكاجو كيمبو يبقى فيها فايت عشان دي يعني فيها كسر ويعني ما ينفعش ان انا مثلا يا دمار اذي الخصم بتاعي فيا دوبك بنعمل اللي هي زي بناخد نقطه يعني باللمس او كده دي نقطه بالنسبه لنا تحتسب للاثنين اللي بيلعبوا قصاد بعض مثلا او حاجه فهي حصلت بطوله واحده بس عندنا من اول ما بقيت مصريه لكن من قبل كده بقى الحاجات كلها كانت دوليه بس بره متهيألي في بطولات كتيره في بطولات انما احنا عندنا لانها متأخر عندنا من 12 سنه بعتبر لسه مش مشهوره قوي يعتبر وبرضه عشان الشرائح المحليه هي اللي ادتنا القوه وادتنا الباور ان احنا نعرف نعمل بطولات في مصر. في اماكن ومراكز لتعليمها عايز في يعتبر حاليا احنا معانا 7 مدربين معتمدين رسميا من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري ومعانا بالظبط 4 مدارس متواجدين في محافظه القاهره والجيزه مدرستين ومدرستين في نوادي حكوميه لان احنا خلاص دلوقتي ما دام معانا شرعيه نعرف نخش نوادي انما في الاول شرعيه دوليه لا كمركز شباب او نادي محتاج ان هو يشوف اتحاد او قرار مجلس اداره من اتحاد وكده. شجعتي حد بقى ان هو يعني ما كانش بيمارس حتى رياضه او قلت له تعالى شوف ايه الكاجو كيمبو دي حد مثلا من صحباتك او كده؟ صاحباتي وكمان في بنات يعني انا في نادي السكه كنت بمرن عادي بتمرن مع الكباتن ففي اولياء امور كتير بيجوا مرنوا اولادهم فلما كانوا بيشوفوني جم وسالوني وبالفعل في ناس بتمرن معايا دلوقتي بنات متجوزين ومخلفين وكل حاجه ومعانا في التمرينه دلوقتي. استخدمتيه في موقف مثلا لسه ما حصلش الكلام ده لسه بس تقريبا بعد اللقاء ده يعني هستخدمه مهم قوي يعني الرياضه مهم ان احنا نمارس اي نوع من انواع الرياضه طبعاً. يعني مختلف حتى على النفسيه بتختلف. هل فعلا كابتن رشا اختلف معاكي نفسيا يعني حتى رؤيتك للمشاكل بتختلف يعني جداً انا بشوف كده الحقيقه جدا والله بجد يعني الواحده بتبقى اهدى كتير قوي ما فيش عصبيه ما فيش توتر لا الرياضه غذاء الروح زي ما بيقولوا ده حقيقي دي حقيقه يعني ما حدش يحس معنى الكلمه غير لما يدخل فيها بالظبط ويبقى انا بالنسبه لي التمرين ده حاجه مقدسه يعني مهما حصل ما فوتش التمرين بتاعي علشان كده دايما الحمد لله الموضوع بيتحسن ويبقى فيه تقدم لكن اخر حاجه بس كده رساله تقوليها لاي حد بيشوفنا دلوقتي ما بيمارسش رياضه تقولي له ايه؟ احنا عندنا سياسة التسويف يعني دايما هستنى بكرة هستنى بعده طب بعد شوية لا ابتدي دلوقتي صحيح. لو انت عايزة تلعبي اي حاجة عايزة تخلي شكلك احسن جسمك احسن نفسيتك احسن ابتدي صحيح. رياضة حتى لو رياضة عادية مش لازم الكاجو كيمبو بالظبط اي رياضة متمني لرياضة الكاجو كيمبو ايه في مصر؟ والله احنا زي ما بقولك احنا ك
كرياضه لسه جديده او كالاسم برضو ناس كتير يعني احنا بنحارب مش بنحارب يعني احنا في كذا جهه بنحاول ان التارجت بتاعي ان انا قدامي مثلا اتحاد زي مثلا اتحاد الكاراتيه في اكتر من مليون لاعب ومثلا اتحاد الكونغ فو اتحادات فانا اتطلع ان انا يبقى لي اتحاد مستقل مش لجنه داخل الاتحاد ان شاء الله يعني رب العالمين ان هو تخش كل بيت فعلا ان هي فور ريل لايف سيتويشن يعني مهمه جدا بالزبط. مهمه جدا بالظبط نورتوني فضل. وانا بعد اللقاء ده هشوف فين بالظبط واتعلم الكاجو كيمبو طبعا رشا ابراهيم اول مصريه وعربيه تحصل على الحزام الاسود الخامس في الكاجو كيمبو وبشكر كابتن محمود عثمان ممثل مصر الاتحاد الدولي للكاجو كيمبو شكرا ليكم شكرا لحضرتك التوفيق دايما شكرا يا رب خلصنا حلقتنا معاكم النهارده يا رب تكونوا استمتعتوا على وعد باللقاء بكم ان شاء الله بكره مع فريق عمل جديد ودايما مصر جميله. Thank you.